صورة أبو جبل أمين شرطة بإدارة مرور الشرقية ومديرية أمن الشرقية عضو اللجنة العليا للأفراد وخادم أفراد الشرطة وضباط الشرطة والشعب المصري، حيث أننا أهدرنا دماءنا وأقسمنا أن لن ينام لنا جفن إلا بتحقيق الأمن والأمان لشعب مصر، وقد ظهر هذا القسم في الأيام السابقة. يا جماعة مع احترامي للسادة الضباط والأفراد وكل الناس اللي جاية، الوزير لو عايز يقدر رجالة الشرقية لازم يجي الشرقية عشان يعرف إن الشرقية فيها رجالة. اللي حصل يا فندم إن السيارة دي السوزوكي 7 راكب لا تمت لنا بصلة، لا تمت لنا بصلة، لأن بتعمل بروتوكول ما بيننا كوزارة الداخلية والحرس الجمهوري بأن يبعد مسافة أفراد الشرطة وضباط الشرطة يبعدوا مسافة معينة حتى يتسنى لهم الحفاظ على الأمن والأمان في أي منطقة محظور فيها التجوال. يا باشا العربية دي موجودة من بدري، أصلا مش معقول إن أنا هقف في خدمة وههمل فيها ولو مؤاخذة عشان أقطع قطع عيالي. أنا لازم أحافظ على قطع عيالي لأن دي مصدر دخلي، مصدر رزقي. أول واحد قال لأ في التاريخ المصري الحديث والقديم هو أحمد عرابي من الشرقية، وأول رئيس منتخب في عهد مصر كلها هو الرئيس محمد مرسي. لو الحرس الجمهوري غير قادر على حراسة منزل السيد الرئيس وسيارات حراسة السيد الرئيس، احنا عندنا كفاءة بس يخلونا المقر من الحرس الجمهوري. لكن الحرس الجمهوري مش يضع لحظة يا جماعة، لحظة يا جماعة بعد اذنكم، مش الحرس الجمهوري ياخد العربية ويروح اي مكان وشيال وزارة الداخلية. اللعبة كلها ما ينفعش، احنا عندنا الكفاءة لحراسة مقر السيد الرئيس وسيارات حراسة السيد الرئيس بس بدون الحرس الجمهوري. اطلع صور البهوان اللي قاعدين في التكييف فوق، اطلع صور التكييف اللي بينزل علينا ميه، اطلع صور البهوان اللي قاعدين في التكييف اللي مش حاسين بحاجه.